بداية راح نحكي ليش كندا، أو ليش يعني راح إيش اللي بخلي الطالب إنه حابب يدرس في كندا. أول شيء هي كطبيعة بلد، كطبيعة بلد خلينا نحكي طبيعة خلابة وبلد مريحة خلينا نحكي الطلبة الدوليين. بالنسبة للشعب كمان كشعب، هم شعب متسامح، شعب يعني طيب كشعب كندي، بالإضافة لفرص العمل اللي خلينا نحكي موجودة بكثرة في كندا. يعني كمان من المميزات خلينا نحكي اللي احنا بتهمنا اكثر شيء، اللي هي موضوع الدراسة. الدراسة في كندا حاليا تعتبر من اقوى خلينا نحكي الوجهات الدراسية في العالم، اللي بننصح الطلاب انهم يبلشوا دراسة فيها. من الطلاب يعني اللي يعني خلينا نحكي بيسألونا عن الدراسة، إنه أول شيء بهمهم موضوع العمل خلال الدراسة، بهمهم موضوع إنه يكون في سكن خلال الدراسة، يعني الأمور اللي بتهم أي طالب لما إنه حابب يتغرب، حابب يطلع يدرس. هاي الشغلات كلياتها احنا بنوفرها كمكتب الاولى. بداية بدي احكي انا عن ايش بيقدر يدرس الطالب في كندا، وشو المميزات للدراسة. كمان اول شيء بيقدر الطالب يبلش دراسته في كندا كدراسة لغة انجليزية، بحيث انه يبلش قبل أي دراسة، سواء كانت دراسة دبلوم، سواء كانت دراسة بكالوريوس، ماستر، دبلوم عالي اللي راح نحكي عنه بشكل أكثر. الدبلوم العالي راح يكون له النصيب الأكبر خلينا نحكي بالشرح، لأنه الأكثر طلباً عندنا أو بشكل عام. فاللغة هي البداية. ما في يعني السفارة ما بتطلب آيلتس من الطالب، ما بتطلب منه لغة من البداية. فالطالب بيقدر يطلع يبلش لغة في البداية كبرنامج بتحدد في البداية من طريقنا، إنه إحنا بنحدد مستوى الطالب باللغة الإنجليزية، كم بيحتاج المدة، شو نوع البرنامج اللي بيحتاجه، هذا في البداية إحنا بنحدده. بعدين الطالب ببلش البرنامج اللي قدم عليه، سواء كان دبلوم زي ما حكينا، بكالوريوس، ماستر، دبلوم عالي، هاي البرامج بشكل عام. كبرامج خلينا نحكي مثلا بلش في الدبلوم. الدبلوم اللي هو خلينا نحكي كمان معروف عندنا هون بالأردن، اللي هو دبلوم السنتين، اللي الطالب ببلش دراسة لمدة سنتين. بعد السنتين بدرس كمان سنتين بكالوريوس في حال كان معدله خلينا نحكي متدني، أو معدله لا يسمح بأنه إنه يدرس بكالوريوس بشكل مباشر. فهو بدرس خلينا نحكي دبلوم سنتين، بعدين ببلش كمان سنتين. بالنسبة ل خلينا نحكي البكالوريوس بشكل مباشر، البكالوريوس بشكل مباشر هو عبارة عن 4 سنوات، خلينا نحكي بتكلفة بتتراوح ما بين 10,000 ل 15,000 دينار في السنة، والدبلوم كتكلفة من 8 ل 10,000 دينار في السنة. خلينا نشوف الكومنتات. أول شيء بالنسبة للأسئلة، للطلاب اللي معهم فرنسي شو بناسبهم؟ هلا الإقليم الفرنسي بالنسبة لكندا هو إقليم الكيبك. إقليم الكيبك هو الإقليم الناطق باللغة الفرنسية. كمعاملة هو معاملة خاصة يعامل كإقليم. برامج الدكتوراه فيه يعني شوي صعبة، لأنه الجامعات كجامعات في كندا بتطلب تواصل الطالب بشكل مباشر. فيعني كبرامج الدكتوراه للأسف إحنا ما بنساعد فيه، ولا في حدا بيقدر خلينا نحكي يساعد في موضوع برنامج الدكتوراه. نرجع عن الدراسة في كندا، وكيف
راح تكون إن شاء الله يعني خلينا نحكي بنهاية الفيديو راح نحكي كيف هي الطريق الأفضل للهجرة. خلينا نحكي وصلنا إحنا لعند البكالوريوس، حكينا إيش المطلوب كمدة، هو كم مدته، إيش المطلوب كأوراق راح نحكي فيها كمان. بالنسبة للماسترز، هلا الماستر هو يعني خلينا نحكي الأصعب كتأمين قبول، بيتطلب متطلبات عالية شوي كآيلتس، يعني بجوز بكون مطلوب أكتر عند الجامعات، ما بقبلوا إنه الطالب ما يكون معه آيلتس، تكون في متطلبات تانية ممكن تكون أصعب زي الجيمات لإدارة الأعمال، زي الجي آر إي للتخصصات العلمية، ممكن يطلبوا امتحانات تانية، ممكن يطلبوا معادلة، فيمكن شوي موضوع الماسترز أصعب من غيره. كمان شغلة إنه بيطلبوا معدل يكون فوق الثلاثة من أربعة، يعني جيد جدا فوق. فبهاي الحالة يعني للطلاب اللي مهتمين بدراسة في كندا، فموضوع الدبلوم العالي، هلا الدبلوم العالي خلينا نحكي عنه شوي بتوسع أكثر. الدبلوم العالي هو شهادة مدتها سنة، السنة هاي بتأهل الطالب إنه يبلش برنامج الماسترز. سنة دبلوم عالي، بعدين سنة تانية بيكون عنده ماسترز. شو مزاياها؟ الميزة الأولى إنه مدتها سنة، يعني الطالب بعد سنة دراسة بيكون معه شهادة عليا بتأهله. في بعض الجامعات أو في بعض الكليات بتأهله إنه يكون عنده إقامة عمل، اللي هي الأغلب، خلينا نحكي أغلب الطلاب بيكون الهدف أصلاً من الدراسة إنه يضل في البلد اللي راح يطلع عليها. فعشان تضل في كندا بشكل قانوني، بشكل خلينا نحكي يوصلك لموضوع الهجرة، يوصلك لموضوع الجواز، فالحل الأمثل له إنه أنت تطلع تدرس. وأسهل شيء ممكن تطلع تدرسه اللي هو الدبلوم العالي في حال كان معك بكالوريوس، في حال كان معك دبلوم، فالبكالوريوس كمان بيكون عندك لمدة سنتين، كمان هذا إشي بيكون كتكلفة أقل على الطالب، بيكون كتكلفة أخف على خلينا نحكي على الطالب أو أهل الطالب، فهذا شيء كتير كتير بفيد الطلاب. هلأ بالنسبة لمدة معالجة طلب السفارة، هلأ مدة معالجة طلب السفارة تتراوح ما بين أسبوعين، ممكن توصل في بعض الأحيان ل خلينا نحكي شهرين، تعتمد إيش البرنامج اللي أنت مقدم عليه، إيش الفترة اللي أنت مقدم عليها. ممكن يكون في فترة ضغط عند السفارة فيتأخر لمدة شهرين، وممكن ما يكون، تكون باللو سيزون، يكون ما فيها الضغط العالي. نرجع للدبلوم العالي ومزاياه. الدبلوم العالي خلينا نحكي كشهادة حكينا إنه هي مدتها سنة واحدة، كمان بتأهله يكمل كمان سنة ماستر، يعني هو ما بيضطر يدرس بعديها سنتين ماستر، هو بيدرس كمان سنة ماستر، فهذا إشي كتير مفيد للطلاب بحيث إنه يوفر على الطالب أكثر. كمان ميزة ممكن بعد الدراسة وبعد موضوع خلص الدبلوم العالي إنه خلص صارت معه شهادة عليا بيقدر يشتغل عليها كمان في كندا. بنوصل خلينا نحكي لنقطة إنه الطالب بفكر بالهجرة، فكدراسة في كندا كدراسة دبلوم عالي هاي بتأهل الطالب إنه يكون كملف دراسة أو ملف للهجرة، بيكون ملفه أقوى من إنه يقدم على الهجرة من هون من الأردن، يعني يكون عنده لغة، يكون عنده شهادة من كندا نفسها، هذا كله بزيد في نقاطه. فلما تزيد النقاط هاي بصير ملفك أقوى عند دائرة الهجرة، فبصير يعني فرصة إنك أنت تحصل هجرة الكفاءات إنه فرصة أعلى بكثير. يمكن أنا حكيت عن الدبلوم العالي بشكل أكبر لأنه هي خلينا نحكي الشريحة الأكبر اللي
خلينا نحكي المنتشرة أكثر، أو الطلاب اللي بيفكروا يطلعوا يدرسوا برا، فهي اللي الناس اللي خلصت بكالوريوس وممكن مش لاقي شغلهم في الأردن، فعم بتفكر بشغل برا أو بدراسة برا، بحيث إنه يكون عندها فرص عمل سواء كانت في الأردن أو سواء كانت في كندا أو بغير كندا. بكالوريوس الهندسة، هلا أنا حكيت بشكل عام البكالوريوس كتكلفة، بالنسبة لعمر اللي سألنا على الكومنتات، بكالوريوس الهندسة تكلفته تتراوح ما بين 10 ل 13 14 ألف دينار في السنة. فهذا بيخليني أتوجه على متطلبات السفارة. كمتطلبات إحنا دائما يعني كمكتب أولى للدراسة بالخارج، بيهمنا الطالب مش بس يحصل القبول كقبول، لكن كمان أنا بيهمني الطالب كطالب إنه يأخذ الفيزا. كيف يأخذ الفيزا؟ أنا بعطيه الاستشارة الصح، بعطيه الأوراق الصح اللي لازم يجيبها، بحيث لما أنا أقدم له طلبات التأشيرة يأخذ الإشي اللي راح إن شاء الله يساعده بإنه يصدر تأشيرة الدراسة. الأهم في موضوع التقديم على الفيزا اللي هو الإثبات المالي أو كشف الحساب البنكي. كشف الحساب البنكي لازم بيكون بمبلغ يغطي السنة الأولى كدراسة وكمعيشة. كدراسة وكمعيشة، إحنا بنحكي الدراسة بتختلف من نوع لنوع، فإحنا دائما بنحكي على الأقل يكون كشف الحساب في 20 ألف دينار أردني برصيد وبحركات لمدة 3 شهور. هذا الشيء المهم واللي بيحدد، خلينا نحكي 80% من موضوع إنه الطالب هل راح يأخذ الفيزا ولا ما راح يأخذها. شغلة ثانية، غير الابليكيشنز اللي احنا كمكتب اولى من حضرها ونكتب للطالب رساله الدافع او الموتيفيشن ليتر، خلينا نحكي هاي الشغلات هي كمان بتساعد بشكل كبير في موضوع الفيزا. الشغله الثالثه موضوع الدفعه. هلا 90% من المؤسسات أو المؤسسات التعليمية، خلينا نحكي ككليات كجامعات كمعاهد لغة، بتطلب دفعة مبدئية من الدراسة. الدفعة المبدئية هاي بتتراوح ما بين $1000 لغاية ممكن $5000 اللي هي ممكن تغطي الفصل الأول من الدراسة. هلا هذا الرين بيعتمد على الجامعة أو على المعهد أو على الكلية. هلا هذا بيدعم الفيزا بشكل خلينا نحكي بنسبة كويسة، بحيث إنه بتبين جدية الطالب في إنه حابب يدرس، ما دور على إشي بدون دفعة، ما دور على أي إشي بس إنه يمشي حاله، لكن دور على إشي يدعمه بحيث إنه يأخذ الفيزا. فدفعة إشي كتير مهم. طبعا أي دفعة بتكون كرسوم مبدئية هي تعتبر مستردة في حال لا سمح الله في أي ظرف من الظروف الطالب ما أخذ الفيزا، يعني بس هي رسالة الرفض بتتقدم للكلية أو للجامعة أو للمعهد إنه الطالب انرفض مثلا، المبلغ بيرجع على حساب الطالب نفسه، فما في خوف من هذه الناحية. في بوليسي، في خلينا نحكي شروط لموضوع الريفند أو استرجاع المبلغ اللي بيكون دافع الطالب، فهاي الشغلات يعني مضمونة إن شاء الله. إحنا كمكتب كمان في عنا عقد تعليم عالي، هذا العقد كمان بضمن حق الطالب بحيث صار أي شيء، فإحنا موجودين، والعقد كمان بيكون موضح في كل التفاصيل. خلينا نحكي شغلة تانية عن مواضيع الفيزا غير موضوع حكينا كشف الحساب، حكينا الدفعة، حكينا الموتيفيشن لتر والابليكيشنز اللي إحنا بنقدمها. شغلة تانية، خلينا نحكي بالعمل أو إثباتات العودة للأردن. هلأ لازم يكون في إثبات للعودة للأردن، تمام؟ زي إثبات العمل. هلأ إثبات العمل إنه الطالب مثلا بيشتغل حاليا عنده مصدر للدخل، هذا المصدر للدخل بيخلي يعني السفارة تشوف إنه والله هو حاليا مستقر في الأردن،
فهاي شغلة كمان مهمة. إثباتات ملكية، إثباتات دخل ثاني ممكن يكون زي السجل التجاري، هاي الشغلات كلياتها بتدعم. هلا عم بستنى أنا أسئلتكم، يعني بتقدروا إذا أي حدا عنده سؤال، أي حدا عنده أي استفسار بخصوص الدراسة في كندا بيقدر يعطيني السؤال في التعليقات، وأنا راح قد ما بقدر إنه أكون متجاوب بشكل سريع مع الأسئلة. فأنا بستنى تعليقاتكم. هلأ كندا كنسبة فيزا، حاليا عم نحكي إحنا كنسبة فيزا إن شاء الله هي حاليا بهذا الوقت من السنة، أو بهذا أو يعني خلينا نحكي من السنة الماضية لغاية الآن، نسبة الفيزا هي نسبة عالية. يعني احنا بحكي بحيث طبقت الشروط ككشف حساب، كدفعة، خلينا نحكي إثباتات عودة، إذا طبقت هاي الشروط كاملة تكون نسبة القبول حوالي 80%، خلينا نحكي بالنسبة لمكتبنا لما احنا نقدم للطلاب. حكينا كهندسة أو كبكالوريوس بالهندسة التكلفة بحدود من 10 إلى 13,000 دينار في السنة، هاي كتكلفة دراسية. خلينا شوي نرجع على موضوع التكاليف. كتكاليف دراسية حكينا بكالوريوس ما بين 10 إلى 15,000 دينار، تتحدد حسب الجامعة وحسب التخصص. كتكاليف دراسية، خلينا كتكاليف عفوا معيشية، تمام. التكاليف المعيشية بتتراوح ما بين بالدينار ما بين 700 دينار ل 900 دينار أردني. كمان بتعتمد على نوع السكن، بتعتمد على مكان المعيشة كمدن في كندا. المدن الرئيسية دائما بتكون شوي أغلى، في مدن بتكون أرخص، لكن المدن الرئيسية فيها شغل أكثر، فبتعتمد حسب الطالب. كمصروف كمان مصروف جيب من ضمن ال 700 800 دينار بالشهر هي تكلفة المعيشة. عم بستنى كمان هلا في خاصة ولا حكومة. هلا هي خلينا نحكي، أنا أعطيتك بشكل عام. هلا الخاصة والحكومة بالنسبة لكندا هي تعتبر يعني بنفس التكلفة، لأنه أنت تعتبر طالب دولي، فطالب الدولي دائما له رسوم بتكون طبعا اغلى من الطالب المحلي اللي معه الجواز الكندي مثلا، فهي نفس السعر بالنسبه للخاصه وللحكوميه. هل ممكن تشتغل قانونيا خلال فتره الدراسه؟ نعم طبعا، خلال فتره دراسه البرنامج كدبلوم عالي كماستر بيقدر يدرس لمده 20 ساعه بالاسبوع، تمام. هلا ملزمين بالعشرين ساعة؟ هلا قانونيا طبعا، قانونيا ملزم بالعشرين ساعة، لكن هل خلينا نحكي متابع قانونيا؟ هلا ما بنقدر احنا نحدد من هون، هل اذا مثلا نشتغل اكثر من 20 ساعة بالاسبوع هل ممكن حدا يساءله قانونيا؟ هاي بتعتمد على الشخص نفسه. هلا الشخص نفسه اذا دخل بمشاكل من وراء الشغل، كان في عنده مشاكل مع ناس معينين، ممكن هذا يودي فيه لموضوع انه انت فعليا عم تشتغل اوفر الساعات اللي هي اصلا محددة لك. فعشان هيك هي العشرين ساعة الملزم فيها، وهي كافية انه الطالب يأمن مصروفه. يعني هلا ما خلينا نحكي كتكلفة او كمتوسط الساعة للشغل هي تقريبا $15 بالساعة، ف $15 لو واحد اشتغل 4 ساعات في اليوم ل5 أيام فهي كفيلة بإنها توفر مصروف الطالب، يعني $60 في اليوم مش قلال، بكفوه كمعيشة، ك خلينا نحكي أكل شرب طلعة نزلة، هاي الشغلات كلياتها خلينا نحكي بتخليه إنه يوفر مصروفه أكثر. مدة معالجة طلب الدبلوم العالي
هي بتتراوح ما بين أسبوعين لشهرين. هلا في شيء نقطة بموضوع كندا، إنه الطلب طبيعي إنه يتأخر، يعني طبيعي إنه مثلا تأخذ 3 أسابيع شهر. هلا إذا تأخرت عن هذا الموضوع فهي غالبا، يعني خلينا نحكي من خبرتنا إحنا، إنه غالبا بيكون القبول نسبته عالي، أو نسبته بشكل كبير بتكون إنه إحنا نتفائل لما يتأخر الطلب، لأنه بيكون في معالجة حقيقية للطلب، ما في أي خلينا نحكي مشكلة في حال ما رد بسرعة. إحنا بنخاف لما الطالب يحكي لنا إنه والله أسبوع ردوا علي، هذا غالبا بيكون رفض، لأنه من البداية إذا بين أي شيء يستحق الطالب عليه الرفض راح يرفضوه 100%. هلأ بالنسبة لموضوع الرفض في كندا، هلأ إذا طالب قدم سواء عندنا كقبول، جبنا له القبول وقدم لسبب من الأسباب انرفض، هلأ إذا انرفض الطالب بنشوف، نتواصل إحنا مع السفارة بيعطونا ورقة الرفض، إيش الطالب، إيش سبب الرفض. هلأ سبب الرفض كان واضح طبعا بنعمل على موضوع انه نصلح سبب الرفض، اذا كان مثلا ورقه ناقصه، في شيء مش واضح بنوضحه، بيرجع الطالب بيقدم، طبعا بيرجع بيقدم مره ثانيه بدون رسوم اضافيه طبعا على الطالب، الا ما عدا رسوم الفيزا كرسوم تاشيره. فالرفض دائما محتمل، لكن خلينا نحكي كفتره الان هي فرصه، احنا بنحكيها بالنسبه لكندا هي فرصه للطلاب انهم يقدموا، انهم يفكروا يطلعوا يدرسوا في كندا. الدراسه هي في كندا خلينا نحكي تعتبر استثمار للطالب، يعني احنا بنحكي الطالب يستثمر بنفسه بحيث انه بعد ما يخلص دراسه يقدر انه يشتغل، بيقدر انه يأمن مستقبله كمستقبل لقدام. كمان هاي الشغلات كثير بتفيد الطالب. نشوف في تعليقات. اوكي هلا خلينا نحكي معلومات اكثر عن مكتبنا وموقعه. احنا مكتبنا الاول للدراسه بالخارج، موقعنا على الدوار السابع خلف مبنى الملكية للمسافرين، مجمع الهاشم، الطابق الأول، مكتب 105. تقدروا خلينا نحكي تتواصلوا معنا على أرقامنا موجودة في عنوان اللايف، عنوان الفيديو. تقدروا تتواصلوا معنا على تليفوناتنا. طبعا احنا كمستشارين يعني واجبنا نقدم الاستشارة الصحيحة للطالب، سواء اجا عنا وبلش عنا المعاملة او ما بلشها، لكن احنا بهمنا مصلحة الطالب بحيث انه ياخذ الاستشارة الصحيحة بطريقة صحيحة، تكون المعلومة دقيقة بالنسبة لنا. هاي الشغلات كتير بتهمنا احنا كمكتب الاولى. قبول لدراسة اللغة، كم بيعطونا مدة الفيزا ولا استطيع اخذ الاقامة؟ هل استطيع اخذ الاقامة؟ طيب دراسة اللغة هلا بتتحدد حسب شو الهدف من دراسة اللغة. هلا دراسة اللغة ممكن يقدم على دراسة لغة مدتها 5 شهور أو 6 شهور. هلا 6 شهور بيعطوه على مدة الدراسة، فهي راح تكون مدتها 6 شهور. تمام. إقامة على اللغة صعب، يعني ما راح يقدر يأخذ إقامة طالب أو إقامة عمل بالنسبة لفيزة اللغة، فإحنا دائماً بنفضل كدعم للملف، لملف الطالب، إنه قدم على لغة مع برنامج، يكون برنامج سواء إذا أنت معك توجيهي، سواء توجيهي مدرسي أو توجيهي وزاري، تقدر تقدم على دبلوم. فأنت إذا مفكر في الهجرة أو مفكر إنك تضلك هناك ما مش مفكر بانك انت ترجع، ممكن فممكن انت تطلع تدرس مثلا دبلوم مع اللغه، ممكن تطلع تدرس بكالوريوس، ممكن تطلع تدرس دبلوم عالي. فما بنفضل قدم على لغه لحالها الا اذا على مسؤوليه الطالب نفسه، يعني الطالب
خلينا نحكي حب انه يدرس بس لغه يجرب يقدم على اللغه لحالها. هلا احنا كمان واجبنا انه نحكي له انه فرصتك في الفيزا مش عاليه زي لما تيجي تقدم على لغه مع برنامج او لغه مع اي شيء ثاني يدعم ملفك بالسفاره. هلا لو قدمنا له على اللغه فهي بنحاول احنا كمان نغطي على عيوب خلينا نحكي ضعف الفيزا في هاي الناحيه. ممكن نكتب برساله الدافع انه الطالب بده يدرس لغه عشان يقوي نفسه ويفكر وين بده يدرس ماسترز وين بده يدرس بكالوريوس دبلوم. فاحنا كمان ممكن نساعد في موضوع الفيزا. فزي ما قلت لك مده الفيزا تقريبا 6 شهور والاقامه صعب. الماجستير هلا الماجستير بجوز حكينا من بداية الفيديو، هلا يمكن شوي صعب ارجع احكي كل شوي المعلومات، لكن الفيديو راح يكون موجود ان شاء الله على صفحتنا على الفيسبوك ان شاء الله. بس اخلص راح نرجع نرفعه مره ثانيه، فاللي راح عليه معلومه من البدايه بدايه الفيديو فبقدر يرجع ويشوفه. الدبلوم كم بيكلف؟ هلا الدبلوم بشكل عالي سواء كان دبلوم السنتين اللي هو بعد التوجيهي او الدبلوم العالي بيكلف ما بين 9000 دينار لغايه 10000 دينار، يعني 9-10000 دينار كتكلفه دراسيه بالسنه. طبعا بكالوريوس اداره اعمال واعمل بشركه علاقات عامه فيزا عمل افضل. طيب هلا خلينا بجوز اعطيكم شويه معلومات عن موضوع فيزا العمل. موضوع فيزا العمل مش بهذه السهوله، يعني موضوع فيزا العمل طالب او خلينا نحكي اللي بده يطلع يدرس كعميل او بده يطلع يشتغل سوري، بده اول شيء الشغل اللي بده يروح عليه بده يكون مطروح للناس اللي في كندا موجودين هناك. هلا ما كان في حدا يشتغل هذا الشغل، ما في غير حدا من الأردن يطلع يشتغل ساعتها بقدر ياخذ فيزا عمل. فشوي موضوع فيزا العمل صعبة. احنا دائما بنحكي الطريق الأفضل للهجرة اللي هو أو العمل في كندا اللي هو الدراسة، الطريق الأسهل والأسرع. بكالوريوس إدارة أعمال ممكن تطلع تدرس MBA. هلا بجوز أنا ما حكيت كثير عن MBA عندنا مثلا جامعة زي University كندا ويست، من الجامعات خلينا نحكي كسعر ممتازة كمتطلبات ما بتطلب الجيمات لموضوع MBA. ممكن الطالب يدرس لغة في نفس الجامعة تكلفتها تقريبا 18000 دينار سنتين. خلينا نحكي MBA اللي هو إدارة الأعمال كماسترز موجودة كخيار ممكن تطلع تدرسه وبيفيدك كمان كإقامة عمل. معدل ابني في البكالوريوس مقبول بيقدر يطلع يدرس ماستر تمام. هلا الماسترز قلنا بداية الفيديو انه لازم معدل الطالب يكون 3 من 4 وفوق، يعني جيد جدا وفوق. فهلا معدل مقبول الحل الامثل له موضوع الدبلوم العالي اللي هو الرسالة اللي خلينا نحكي الشهادة اللي هي ما بين البكالوريوس والماسترز اللي هي تعتبر سنة أولى ماسترز اللي هي دبلوم عالي. فيعني هلا كتخصصات إذا هو بكالوريوس مثلا له علاقة بالهندسة فإحنا دائما عندنا تخصصات زي تخصص البروجكت مانجمنت، الاي تي بده يكون يدرس شيء له علاقة بالسايبر سيكيورتي، بالبيج داتا اناليتكس، بالانفورميشن سيستم سيكيورتي. فهاي هي التخصصات اللي يعني خلينا نحكي بنفضلها. وفي طبعا تخصصات اللي هي لها علاقه بالاداره زي الاتش ار مانجمنت، زي الجلوبال بزنس مانجمنت او الانترناشونال بزنس مانجمنت. هاي كلها تخصصات خلينا نحكي ممكن الطالب يقدم عليها. يعني خلينا نحكي يعني هي الافضل شيء ممكن يطلع على الطالب اللي هو الدبلوم العالي. حتى انا الطلاب يعني الطلاب اللي بيكون معدله جيد جدا وفوق وحابب يوصل كندا، انا ما بفضل انه يقدم مثلا على ماستر الا اذا كان MBA ممكن. لكن التخصصات الثانيه زي الهندسه زي الاي تي يمكن شوي يتغلب في موضوع انه تحصيل القبول. فيطلع دبلوم عالي ليه؟ لانه تكلفته اقل، مدته اقل. ممكن هو بعد سنه يقرر انه ما يكمل ماستر فهو اوريدي صار معه دبلوم عالي.
بتكلفة أقل. لا قرر إنه يقدم أو يكمل ماستر بيقدر، فخلينا نحكي بتوسع خياراته أكثر كدبلوم عالي. يعني هذا يعني خلينا نحكي بشكل عام عن كندا. إذا في حدا عنده أي سؤال أو استفسار بيقدر يعني على الكومنتات، أو الرقم موجود، رقمنا موجود ومتاحين إحنا إن شاء الله من 9 للـ5 يوميا. خلينا نحكي إن شاء الله مستشارين عندنا جاهزين إنهم يجاوبوا على أي سؤال أنتوا بتسألوا. طيب هيك أتوقع أنا خلصت، ما ضل شيء نحكي فيه. أرقامنا موجودة، مكتب الأول للدراسة دائما موجود لاستفساراتكم وأسئلتكم. نتشرف دائما إنكم تجونا على المكتب، سواء تجونا زيارة لاستفساراتكم أو تتصلوا فينا على أرقامنا أو تسجلوا عن طريق يعني خلينا نحكي نماذج تسجيل على الفيسبوك. ف يعني بننتظركم دائما. تمام عبد، يعني جامعات أقل من جيد، ما فهمت. هلا يعني خلينا نحكي، أرجع أعيد المعلومة، الأقل من جيد دبلوم عالي على كلية. الجامعات بدها جيد جدا وفوق، غير هيك ما راح يضبط مع الطالب، فالخيار الأفضل بيكون له الدبلوم العالي.